في طبعا بتعمل في عن الفوتبول ميديسن بس يعني هو طب كرة القدم بتعمل كل سنة اسمه ايزوكايناتيك جوم مؤسسة كده بتعمله مع الفيفا كل سنة. السيشن كلها 4 محاضرات بيتكلموا عن السبب العامل النفسي في تكرار اصابة رباط الصليب. فالناس وصلوا اب تو ان هم عاملين ابلكيشن وكويستشنير اسئلة لاي لعيب يرجع من اصابة رباط الصليبي لو ما جابش سكور معين في الاسئلة دي ما يرجعش. من ضمن العوامل اللي بيعملوها او الكرايتيريا ان هم يرجعوا لعيب تاني يلعب بعد اصابة رباط صليبي ان يكون السكور بتاعه فوق 7/10 في الاسئلة دي. اتكلمت كمان بعد مع السبيكر دي بعد هي كانت دكتورة من امريكا دكتورة علاج طبيعي من امريكا اتكلمت معاها بعد خلصت المحاضرة قالت لي اي معلومة برضو يعني نفس فكرة اي معلومة هتفيدنا اللعيب اولى ان هو يستفيد بيها وقالت لي نسبة ضخمة جدا قالت لي ممكن يكون 35% من اسباب الاصابة التانية بالرباط الصليبي هي بسبب عوامل نفسية. والطب الرياضي بيبقى الرعب الاول بالنسبة لهم دلوقتي بالذات في كرة القدم اصابة الرباط الصليبي التانية ساكن دي سيال لان اصابة رباط صليبي واحدة ممكن تضيع موسم التانية هنبقى دخلنا في موسمين. فكل الانفنتيف ميجرز او كل البيبرز وكل الابحاث طالعة عن ازاي نقي ونحمي اللاعب من ان هو يحصل اصابة رباط صليبي في سواء في نفس النجلة او في النجلة التانية. ليه؟ لان النسبة عالية جدا، نسبة ضخمة جدا، 25% من اللي عمل عملية رباط صليبي في اول 5 سنين بيجيله اصابة يا في نفس النجل يا في النجلة التانية. وده ممكن يكون يفسر لنا حالات كتيرة احنا شفناها وقلنا ان الاسباب حاجات كتيرة تانية غير ان هو اصلا ده اللي هيحصل، ان هو في الاخر ربع الناس اللي بتعمل عملية رباط صليبي ممكن يحصل لهم اصابة يا نفس النجل يا النجل التانية في اول 5 سنين من العملية. حصلت في مصر كتير جدا وحصلت بتحصل في العالم كتير جدا جدا جدا، هي ليها تفسير علمي بس احنا كنا دايما بندور على حاجات تانية من ضمنها ان احنا بنقول ان الموضوع في عامل نفسي. هو طبعا في عامل نفسي بنسبة ممكن تكون مش صغيرة بس ستيل في عوامل اخرى.